في مقارنة عددية مبسطة. يشرح الفيديو التالي ترتيب أسطول الغواصات المصرية والجزائرية على مستوى العالم في عام 2021. وبحسب الفيديو تشغل البحرية المصرية عدد 8 غواصات مكونة من الآتي: 4 غواصات من طراز تايب 209 أو 1400. ووقعت مصر اتفاقيتين عام 2011 وعام 2014 مع الجانب الألماني الذي تمثله شركة تيسين جروب لتسييم 4 غواصات حديثة من الطراز 209. ودشنت القوة البحرية الأولى الغواصات في ديسمبر 2015 واستلمتها في 12 ديسمبر 2016. واستلمت الغواصة الثانية في أغسطس 2017. ودشنت الغواصة الثالثة في 4 مايو 2019. واستلمتها في 9 أبريل 2020. ويجري التحضير لتسييم الغواصة الرابعة والأخيرة في الأشهر القليلة القادمة. ثانيا غواصة روميو. وتمتلك البحرية المصرية 10 غواصات من فئة روميو، يعمل منها 4 في الخدمة. تم شراء 4 منها من الاتحاد السوفيتي، وتخضع منها 4 للتجديد في حوض بناء السفن المصري بموجب عقد مع الشركة الأمريكية. وهناك أنباء تفيد بأن البحرية المصرية تبحث عن التعاقد على غواصة جديدة من فرنسا أو ألمانيا مع ترجيح الخيار الفرنسي، حيث زار مؤخرا كبار المسؤولين المصريين نظائرهم الفرنسيين لتبحث الصفقة المحتملة. أما بخصوص الجزائر فهي تمتلك أيضا 8 غواصات كلها من روسيا، غواصتان من طراز كيلو 877 EKM وبنيت بمصنع أدميرالتي شيبيارت في سانت بطرسبرغ الروسية، وتم تحسينها عام 2010. أيضا تمتلك 4 غواصات كيلو 636M تم بناؤها بمصنع أدميرالتي شيبيارت في سانت بطرسبرغ الروسية. وأخيرا تمتلك غواصتان من الثقب الأسود من مشروع 06361 فرشة فينكا، وهي غواصة تعمل بالديزل والكهرباء متعددة الأغراض، سعتها 3120 طنا، وطولها يبلغ 73.8 متر، وعرضها 9.9 متر، وسرعتها 20 عقدة. مدى إبحارها تحت الماء 400 ميل، قادرة على السير بنفسها لمدة 45 يوما. طاقمها مكون من 52 شخصا، وتحمل طربيد الألغام وسعة الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي إلغا. وقد أطلق عليها الناتو اسم الثقب الأسود لأنها مخفية.